سؤالي الأخير لك، البرلمان الروسي ووزارة الدفاع الروسية يدعمان عودة مادة التدريب العسكري إلى المدارس الروسية. رئيس هيئة الأركان الروسية يعتبر أنه من المناسب تخصيص 140 ساعة للموضوع وتدريسه خلال العامين الأخيرين من الدراسة. في أي إطار تضع هذه يعني الخطوة؟ تحويل الشعب الروسي إلى باتجاه الجيش وباتجاه العسكرية، وذكرتنا بالفتوة التي كانت عندنا والتي لم تقدم ولا تؤخر في سوريا، يعني والتدريب الجامعي والفتوة وطلائع البعث إلى آخره. إذن اليوم هذه الخسارات البشرية يعني تدعو، يعني أعلنت روسيا بالتعبئة الجزئية على المدى البعيد، وعلى المدى البعيد بأنهم سيحولون المجتمع الروسي إلى مجتمع عسكري، يعني لأنهم ينون تقدم يعني معارك كثيرة، وربما إذا كانت هذه العقيدة القتالية الروسية فيعني بأن المعارك ستنتشر وستكون بشكل أكبر. يعني عندما نأتي بالطفل في سن 13 عام أو 12 عام ونبدأ نعطيه دروس عسكرية على حساب مواد التدريس الأخرى، فيعني بأنها سنوجهه باتجاه معين تاركين الأمور الأخرى والعلوم الأخرى. أستاذ سمير، في ظل النوايا الأمريكية ونوايا الناتو تجاه روسيا وتحجيم روسيا، ما مدى ضرورة هذه الخطوة؟ يعني صحيح، عندما تفرض روسيا مسألة التدريب العسكري في الكليات أو في الجامعات أو في المدارس، هذا يأتي ردا على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية احتواء وضرب روسيا. يعني لم تكن هذه العملية العسكرية في أوكرانيا لو لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بالتوسع باتجاه حدود روسيا. لهذا السبب الآن روسيا بحاجة إلى إعادة استراتيجيتها العسكرية بشكل كامل في الداخل وفي الخارج، لأنه بعد فترة يعني انهيار الاتحاد السوفيتي وفترة يلتسين، العديد من القادة الروس كانوا يعتقدون أنه لا توجد بعد الآن حروب وأن الناتو لا يمكن أن يتوسع باتجاه روسيا، لكن تبين العكس، أن كل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لديهم أطماع في كل الموارد الروسية، وهم سيعملون دائما على تفكيك روسيا ومحاولة تفكيكها. لذلك من واجبها نعم الدفاع عنها وعن أرضها وعن شعبها.